دخول اجتماعي استثنائي نظرا لما تعرفه الساحة الاجتماعية من مشاكل، فالزيادة في الأسعار، ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين. بالنسبة لنا ما زالت هناك الخروقات ديال الحق النقابي وديال الحريات النقابية، فبالطبع فهو دخول اجتماعي على هذا الإيقاع، وبالتالي سيكون دخول اجتماعي ساخن، لأننا لا يمكننا أن نقف موقف المتفرج في هذه السياسات الحكومية اللاشعبية. فطرحتم السؤال على الأداء هذه الحكومة اللي ستعرف التغيير على حساب ما نادى به صاحب الجلالة، فهي حكومة ما عندها شيء ذاك الحس الاجتماعي، فلا يهمها إلا المعطيات الماكرو اقتصادية والمحاسباتية. وأكبر دليل أننا بجهد كبير استطعنا انتزاع بعض الزيادات في الأجور وفي التعويضات، بينما كان من المفروض باش هذا الحوار الاجتماعي يعطي زيادات جد مهمة تحسن الأوضاع ديال عموم المأجورين. نتمنى باش تكون حكومة فعلا ذات كفاءات، حكومة ذات حس اجتماعي، حكومة تكون من بين الأولويات ديالها الحد من الفوارق الاجتماعية اللي كتعرفها البلاد ديالنا، حكومة في خدمة الشعب المغربي. فهذا هو ما الانتظارات ديالنا كحركة نقابية. القانون ديال الإضراب وبالضبط يطلق عليه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، فهو قانون رجعي، قانون تراجعي، قانون يكبل حقوق ومكتسبات الحركة النقابية، قانون تمت الصياغة دياله بطريقة انفرادية وبسرية تامة وبدون أدنى استشارة معنا في قانون يهمنا ويهم الحركة النقابية بالضبط. ثم من ناحية ديال الجوهر فهو عبارة عن قانون جنائي يجعل ممارسة الحق الدستوري اللي هو حق الاحتجاج، يجعل الممارسة ديالو جد جد مستحيلة، وبالتالي رفضناه لا من ناحية ديال الشكل ولا من ناحية الجوهر. هل تظنون بأن الاتحاد المغربي للشغل للعمر ديالو 65 سنة غادي ينتظر هذه الحكومة حتى تنظم العمل النقابي؟ نحن نظمنا العمل النقابي قبل الاستقلال، بعد ثم احنا اللي استطعنا باش نجيبوا الظاهر ديال 16 يوليو 57، ثم في 2004 كذلك تمت تجميع كل النصوص التشريعية التي تنظم العلاقات المهنية والعمل النقابي. فنحن بالطبع نريد أن نرتقي بالعمل النقابي، ولكن الحكومة
اللي عليها أن تحترم الحركة النقابية بالإنصات والإصغاء إليها بالاستجابة للمطالب ديالها وبالكف عن محاربة العمل النقابي. بالطبع هذه من الوظيفة ديالنا الطبيعية وهو الاستمرارية ديال المنظمة ديالنا كما استمرت 65 سنة باش بالطبع الباب يتفتح للشباب وللمرأة وكل شيء مفتوح الأبواب دابا على الصعيد ديال القطاعات المهنية أو على المدن الاتحادات الجهوية أو في جميع الأجهزة. فأكثر من هذا بأن عندنا تنظيم كبير اللي يطلق عليه الشبيبة العاملة المغربية اللي كتفرز قيادات نقابية في المستوى.